احنا هنتكلم دلوقتي. تاني عن اتحاد العاصمة، لكن خلينا نستقبل ضيفنا النهاردة الدكتور احمد بيومي، هيتكلم باستفاضة شوية الشكل الخططي لنادي اتحاد العاصمة، ازاي بيشتغلوا على مستوى الهجوم على مستوى الدفاع. خلينا نتكلم مع لغة الارقام، نرحب طبعا بضيفنا الدكتور احمد بيومي. حميد كابتن هاني منورنا، اهلا بيك كابتن هاني، مبارك يا عامل ايه؟ مع حضرتك اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. النادي الاهلي في انتظار موسم صعب، البدايه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري، مباراه مش سهله، مباراه ببطوله، وده المهم فيها ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونضيف ان شاء الله درع و كاس جديد في دولاب الجزيره بالنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله طبعا كل توفيق للنادي الاهلي. يمكن الحمد لله كل مره بنيجي بنحلل المباراه بتبقى بعدها ان شاء الله بطول، الحمد لله النادي الاهلي والوش حلو علينا طبعا ده حقيقي. فان شاء الله طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها هتبقى مباراه مش هتبقى صعبه خالص لاسباب كتيره جدا، يمكن مباراه وان شاء الله تبقى البطوله التاسعه طبعا في تاريخ النادي الاهلي، السوبر التاسع باذن الله. زي ما حضرتك تفضلت يمكن اتحاد العاصمه يمكن خلال حتى الفتره الاخيره ما كانش بيعتبر من هو التوب فور اللي موجودين في الدوري الجزائري، ولكن ده ما بيعكس انها تبقى مباراه سهله لاسباب كتيره. يمكن دايما الاهلي لما بيلعب مباراه مع شمال افريقيا سواء بنتكلم في الجزائر او تونس او المغرب بيبقى دايما ليها نديه ويبقى ليها دايما صعوبتها، حتى لو جنبنا النواحي الفنيه بيبقى الحته النفسيه بتبقى موجوده بقوه في المباريات اللي زي دي. زي ما قلت لحضرتك هم يمكن في الفتره الاخيره ما كانوش موجودين من خلال التوب فور، خلال الدوري الحالي هم انهوا الدوري في ترتيب ال 12، يمكن هم بس خلال الموسم الماضي الموسم في المركز ال 12 في الدوري بالظبط خلال موسم 2022 هو اللي انهوا فيه الدوري في ترتيب المركز الرابع، واللي من خلاله تاهلوا لبطوله الكونفدراليه، وبالتالي ان هم حصلوا على بطوله الكونفدراليه. عشان كده زي ما بقول لحضرتك ده ما بيعكس ان هو المباراه تبقى ضعيفه، ولكن دايما هتبقى في نديه موجوده في المباراه، وهنلاقي معدلات جري كبيره جدا موجوده عند نادي اتحاد الجزائر. طيب كنت بناقش طبعا ضيوفنا الكابتن ماهر والكابتن عمرو الحديدي في الشكل اللي بيلعبوا بيه، هل الشكل ده هيتغير بخروج 14 لاعب وقدوم 12 لاعب جديد؟ رقم كبير بالنسبه لتجديد الدماء داخل فرقه واحده، تفتكر ده هياثر عليهم بشكل خططي داخل الملعب، ولا هيكون شيء ايجابي بالنسبه لهم لعيبه جديده داخله بتلاعب النادي الاهلي في مباراه بطوله السوبر الافريقي؟ صعب جدا التوقع في حته ان هم هيلعبوا بطريقه عامله ازاي، ولكن ما دام المدير الفني لسه موجود وفي بعض الاعمده الاساسيه اللي موجوده في الفريق، فاعتقد مش شكل كبير هيتغير، ولكن طبعا هم احنا عارفين ان هو بيلعب بطريقه 4 2 3 1 وبعض الاحيان بيلعب 4 3 3، المين فورميشن موجوده، ولكن طريقه اللعب اللي هي الاساسيه اللي بيلعب بيها حته الضغط من بدايه المباراه، السرعات اللي بتبقى موجوده من الاطراف. طب اشرح لنا كده برضو يعني عندك ايه محضر لنا على مستوى الارقام؟ خلينا في البدايه نستعرض ارقام طبعا المدير الفني طبعا عبد الحق بن شيخه، طبعا هو المدير الفني اللي احرز معاهم بطوله الكونفدراليه، وطبعا هو ليه باع كبير وعنده خبره كبيره في افريقيا، لان هو لعب طبعا سنه 59 سنه، لعب معاهم 29 مباراه، فاز في 11 مباراه، تعادل في 6 والهزيمه كانت في 12 مباراه، احرز 34 هدف وعليه 28 هدف، طبعا احرز بطوله وحيده وهي بطوله الكونفدراليه مع الفريق الاتحاد العاصمه الجزائري. زي ما بقول لحضرتك ممكن نستشف ان 34 هدف و28 هدف ما بنقولش ان هو عنده معدل تهديفي عالي قوي، برضه نفس الكلام دخل مرمى 28 هدف خلال 29 مباراه برضه معدل كبير، فبنتكلم برضه ان هم عندهم الحته الدفاعيه مش صلده، ما بنتكلمش في دفاع هيبقى في كومباكت هيتعب النادي الاهلي، ولكن برضه زي ما بقول لحضرتك ان مشكله المباراه اللي هي بتبقى وحيده او بنتكلم على بطوله من خلال مباراه ما تقدرش تبني بقدر كبير على الارقام اللي موجوده قدامك، لان الفريق هينزل من بدايه المباراه قدامه 90 دقيقه هيحرز بطوله، فهتلاقي الدوافع النفسيه هي بتطغى على المباراه. الماتش ده الماتش ببطوله ليه معايير مختلفه غير الارقام، يعني الاحصائيات ممكن خدها على أدائه ممكن يكون خلال الدوري خلال بطولة كبيرة أو مباريات كثيرة، لكن أنا بتفق معك تماما المباراة يعني. طب الشكل بقى يعني كلمنا على شكلهم الفني عامل إزاي، أنت من خلال كلامك قلت بيلعبوا 4 2 3 1 بالظبط، هل 4 2 و 3 1 ده الأساس بالنسبة لهم
ده الفورميشن الاساسي للفرقه. خلينا نستعرض بعض الارقام التحليليه بعيدا بقى عن مشوارهم في الكونفدراليه، ممكن نستعرض الجدول الخاص بالمعدل العام التحليلي خلال بطوله الكونفدراليه اللي لعبوها. هم لعبوا 16 مباراه في بطوله الكونفدراليه، فخلال ال 16 مباراه قدرنا نطلع بمجموعه من الارقام. ده المعدل العام التحليلي خلال ال 16 مباراه في الكونفدراليه. كان معدل استحواذهم 49 ومعدل التمريرات 381. طب ده بالنسبه في عرف النواحي التحليليه يعتبر معدل منخفض. صحيح. ولكن ده كان رقم خادع لما جينا نترجم الارقام دي على الفيديوهات وبدانا نتفرج عليها، لقينا ان هم عندهم البيلد اب بتاعهم بيعملوه باكثر من بطريقه من رائعه. بيبتدوا ان هم بيبنوا الهجمه من بدايه من عند حارس المرمى او من الاثنين سيرد باكين، بيطلعوا بالهجمه بالبيلد اب بتاعهم بيكون هايل جدا. حتى في لنا ده كمان بالفيديو. بالظبط، يا ريت نتفرج على الفيديو الخاص ببناء الهجمه. زي ما بنقول ان هو ما بيعكس الانخفاض في معدل الاستحواذ. اللي بيشوف بمعدل الاستحواذ بيقول لك 49% دي ناس بتعتمد على الكره الطويله او الكاونتر اتاك. بالزبط. وبالتالي ما فيش استحواذ في وسط الملعب، لكن انت محضر فيديو بالظبط بتختلف على نواحي فعليه كويس يعني. بالظبط، لو جينا اتفرجنا على فعليا بقى جوه ارض الملعب هنلاقي ان هم بيبنوا الهجمه من اثنين سيرد باكين، بيطلع بالهجمه حتى في وسط ضغط، بيبتدي ان اللعيب دي طبعا دي كان خلال مباراه اسك في الدور التمهيدي. لا اسك بالظبط. هنا هجمه على طبعا اللابس احمر هو اتحاد العاصمه، في هجمه عليه يبتدي يقطع الكوره ويبني الهجمه يطلع بيها من السيرد باك، يبتدي يسلمها بعد كده. السرعات بقى هنا بنتكلم في السرعات في المساحات الفاضيه، مجرد ما بيستلم الكوره بيطلع بيها عادي خالص. في انتشار كويس للفرقه يعني، الفرقه وسعت المساحات بشكل كويس. شفنا كمان الباك يمين هناك فتح الملعب في سرعات زي ما نفس الكلام، باك ليفت اخذ سرعته خالص. صحيح. براحته وبعد كده بيعمل الكره العرضيه، الكره طبعا هنا جت في العرض وكان في سوء توفيق. كره جت في العرض مره ثانيه، نستشف من بعيدا عن الكره جت في العارضه الخروج بالكوره حتى في وسط الضغط العالي اللي مارسوا عليه اسك. دي برضو نفس الكوره في حاله برضو عمليه البيلد اب والتحضير من تحت يعني. على الرغم ان زي ما بنقول ان الرقم بيعكس ان استحواذهم 49%، ولكن بيطلعوا بالكوره كويس جدا، بيلاقوا بعض الاجنحه بتلاقي بعض. عندنا الاثنين سيرت الارتكاز في نص الملعب، بينزلوا يبنوا الهجمه، يبتدي ينقل الكوره. لعيبه كوره كويسه يعني. بالظبط، بتطلع بالكوره ما بيعملش الكوره طوليه. يعني ما بيخسروش الكوره بسرعه، عندهم صبر شويه. بعدين الكره ديت الكره البينيه يعني. بالزبط. الكره اللي بتقطع بيها خط مثلا خط الوسط بيتقطع بباصه واحده، ده برضه يعمل كره خطيره في الاخر. طبيعي. ده كده يمكن بخصوص البيلد اب بتاعهم، زي ما قلنا ان عندهم البيلد اب كويس جدا. نفس الكلام لو جينا بصينا بعد كده بعد عمليه البيلد اب ممكن نشوف بقى المين فورميشن بتاعتهم، جبناها برضو من اكثر من حاله موجوده داخل. يا ريت بس واضح كمان هنا احمد ان الاطراف طالعه يعني، الباك الشمال طالع بشكل كويس، الباك اليمين بيتقدم، فمعتمدين بشكل كويس على الاجنبي يعني. بالظبط، بالنسبه للجبهه اليمنى والجبهه اليسرى ما بيعتمدش فقط على العرضيات، ولكن الاختراقات فعلا بتتم من الجبهه اليمنى واليسرى وسرعات عاليه جدا. ومجرد ان اللعيب ما بيعمل الباس بتاعه بيبتدي يتحرك تمام. في الجهه المساحه الفاضيه وبسرعات عاليه كمان. دي طبعا المين فورميشن بتاعتهم، دي برده كان خلال المباراه النهائيه بيلعبوا ب 4-2-3-1. برده الصوره اللي بعديها برده من نفس الكلام، المباراه النهائيه برده 4-2-3-1. طبعا لعبوا مباراتين نهائيتين سواء الذهاب او العوده، دي كانت في موجوده طبعا في الجزائر 4-2-3. واضح انتشارهم كويس حتى على مستوى الانتشار العرضي والطولي. بالظبط، واخدين يعني مطين الملعب بشكل كويس بالعرض يعني. عندك الاجنحه واقفه بشكل كويس، الراجل 10 دوت اللي قدام او اللي تحت راس الحربه بيحاول يظهر، اثنين ديفندر واقفين قدام السيرد باكين طالما لسه الامور في نص ملعبهم. كتمركز في الملعب اكثر من رائع طبعا، تمركز كويس. بالظبط، ده كده بالنسبه للمين فورميشن، وشفنا ازاي ان هم بيعملوا البيلد اب بتاعهم. ممكن نبص بعد كده بقى على نقاط القوه عندهم بالنسبه للعيبه. لو بصينا على ابرز الهدافين عندهم، ده بالنسبه للهدف ليه، بالنسبه عندنا الهدف الخاص بخالد بوسوليو طبعا، ده يعتبر الرايت وينجر عندهم، سريع جدا، عنده فينش هايل بالنسبه للكوره، ده احد اهدافه. دي كانت كوره طبعا اتقطعت بعد كده بيستفيد من المساحه، وعمل سبرنت جامد، سبرنت عالي جدا، وبدا يقطع الكوره. لو شفنا الصوره اللي بعديها بتوضح حاجه مهمه جدا عندنا، يبتدي ياخد الكوره ويقطع بيها على ال 18، وكان عنده اكثر من حل، ولكن هو اختار اصعب حل انه يفنش الكوره، عملها تشيب باس من فوق حارس المرمى. كانت كوره طبعا هدف رائع جدا. نشوف الصوره اللي بعديها وازاي ان هو كان ممكن يعمل اكثر من حل، يعمل كوره بالعرض او يفنشها من تحت حارس المرمى، ولكن هو عمل تشيب باس. عنده هدوء ودخل ال 18 بعد سرعه، بعد سبرنت كبير، وقدر يفنش بشكل كويس يعني. بالظبط، خالد بصوري طبعا احد الاجنحه واللي لسه طبعا موجود، ما مشاش مع ال 14 لعيبه او التغييرات اللي حصلت. لو جينا بصينا على البروفايل ده من اللعيبه الموجوده يعني، اللي موجوده طبعا. بالظبط، يا ريت نستعرض البروفايل او الارقام الخاصه بخالد بصوري. طبعا هنلاقي ان هو لعب اربع، طبعا هو لعب عندنا في احرز اربع اهداف، ده من افضل اللعيبه الموجوده اللي هو الرايت وينج بتاع الاتحاد العاصمه، والباك رايت برضو نفس الكلام، والباك رايت نفس الكلام يعني. عندهم الجبهه اليمين جبهه مميزه سواء من النواحي الدفاعيه او الهجوميه، او الناحيه الهجوميه.
طبعا هو لعب في 11 مشاركه خلال طبعا الكونفدراليه، احرز 4 اهداف، صنع هدف، محاولات على المرمى 14. هو اللي يهمني حتى الفينش بتاعه، الفينش بتاعه هايل جدا، 4 اهداف، حتى بيفنشها بطريقه صعبه، ما بيلجاش حتى للطريقه السهله، لا هو عنده فنيات في حته الفينش على المرمى. نفس الكلام لو جينا استعرضنا الارقام الخاصه بالباك رايت بتاعه اللي هو سعيد، عندنا برضو لاعب عندنا احرز، لو جينا استعرضنا ارقامه هنلاقي اللي هو سعيد رضواني، هنلاقي ان هو شارك في 12 مباراة، احرز 2، صنع 3 اهداف. طب صنع 3 اهداف، معدل جيد بالنسبه لباك يمين، يعني بيطلع وبيوصل، بيعمل كروس، بيعمل اسيست كويس. فانت من كلامك بتقول ان الجبهه اليمنى عندهم جبهه مميزه جدا. بالظبط، يعني النهارده بنتكلم برضو النقطه المهمه ان الجبهه اليمنى دي تبقى ناحيه علي معلول، فلازم طبعا يكون في دور دفاعي بالنسبه لسواء لمروان عطيه. انا برضو هناقش الكباتن في النقطه ديت، انت برضو بتدينا ارقام معينه بتدل على وعندك لعيب كويس بيلعب جناح يمين، كمان باك يمين كويس، فبالتالي الجبهه اليمنى ممكن تشكل خطوره. حتى يعني هم الاثنين فعلا عاملين دويتو. لو جينا استعرضنا اخر حاله، يلا اخر حاله فنيه موجوده عندنا في بالنسبه للهدف لخالد بسوليو، عاندين ان هم عاملين جبهه مع بعض، بيعملوا 1 2 مع بعض، بيعملوا تحركات لقلب الملعب. ممكن يا ريت نستعرض اخر حاله من الصور الفنيه الخاصه بالهدف لاتحاد العاصمه، هنلاقي ان هو هنا خالد بسوليو طبعا على الرغم ان هو رايت وينجر ولكن داخل نص الملعب، اللي هو اللي عليه السبوت اللايت دوت، هو ده الرايت وينج. اوكي بالظبط، وبيبتدي يفتح المساحه للباك رايت اللي هو سعيد رضواني، هو بيشاور بايديه ده. بالظبط كده، بيطلب الكوره سعيد رضواني، ده الباك رايت بتاعهم، هياخد المساحه ويبتدي تتلعب له الكوره البينيه، يستلمها طبعا باريحيه طبعا. وشايفين هنا اللاعب اللي عليه السبوت اللي هو خالد بسوري بيبتدي يخش كمهاجم، يخش بقى كراس حربه خلاص. بالزبط. هو جناح دخل لجوه وطلع الباك، وهو اللي استلم كمان جوه ده. بالظبط، استلم الكره وبيفنشها طبعا، كان احد الاهداف برضو. هنا بنتكلم على جبهه قويه ما بين خالد وما بين سعيد الجبهه اليمنى، عشان كده بنقول لازم جبهه علي معلول يبقى في ادوار دفاعيه يبتدي ايه يقفلوا الجبهه دي عندهم. تمام، اخر حاجه طبعا عايز اسالك، يعني انت شايف المباراه ازاي؟ يعني على المستوى التكتيكي، النادي الاهلي راجع من المعسكر والناس كلها جاهزه، الناس كلها مستنيه، شايف ايه اللي مهم جدا النادي الاهلي يعمله في المباراه دي؟ طبعا المعسكر ده احنا كنا يمكن يعني من سنين ما شفناش الاهلي بيعمل معسكرات نتيجه ضغط المباريات، كنا دايما بنشوف الاهلي بيطلع ازاي، بيطلع على انجلترا بيعمل معسكر، على المانيا، على هولندا بيعمل معسكرات، ويمكن من سنين ما شفناهاش. ولكن طبعا اي معسكر بيبقى ليه ادوار كلها ايجابيه، سواء حتى تجديد الدوافع. انت النهارده جاي الفرقه جايه راجعه من 5 بطولات، ممكن يبقى في انخفاض في الدوافع طبعًا. المعسكر بيساعد ان انت تعمل تجديد للدوافع. النهارده بتتعرف على اللعيبه، بنشوف امام عاشور ازاي احرز وعمل اسيست موجود في المعسكر، بيتعرف طبعا على الصفقات الجديده، واكيد هيكون ليها دور بشكل كبير. طبعا المعسكر هيكون ليه ايجابيات كبيره جدا هتنعكس على الفريق. ويمكن المباراه ديت انا يهمني دايما اول 10 دقائق بيكون انت عندك القدره ان انت تعمل نقل للكره بشكل كبير، ما يكون عندكش فقد او ميس باس كتير في اول 10 دقائق، بحيث تكسب الثقه، وده يبتدي ان انت تضغط على المنافس بشكل، عشان هو اكيد هيعمل ضغط عالي او ده اسلوبه اللي احنا عارفينه. فحته انت تلقن الكوره، ما يكونش عندكش ميس باس، ده بيساعد ان انت تكسب الكوره في ملعبك ويبقى عندك ثقه للعيبه. دكتور بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتنورنا وبتسعدنا. دكتور احمد بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن هاني، دايما بتشرف بتواجد مع حضرتك. شكرا ليك، ونطلع لفاصل سريع ونستكمل حوارنا الرائع مع كباتننا الكبار الكابتن ماهر همام والكابتن عمرو الحديدي بعد الفاصل.